السلام عليكم. هنتكلم النهارده عن الاي دي ديز ريليتد تو بريجننسي. البريجننسي هو باثولوجيكال فيسيولوجي، يعني هو البريجننسي دي حاجه فيسيولوجيه بس ممكن تعمل باثولوجي، وعشان كده هي ممكن تعمل حاجات تاثيرات على العين فيسيولوجيه وممكن تعمل امراض. الفيسيولوجيكال تشينجز اللي ممكن تحصل على العين هي حاجات في الايليد، في الكورنيا، ممكن يحصل ديكريس في الاي او بي، ممكن يحصل لينسز تشينجز. في الباثولوجيكال ممكن يحصل حاجات اوتو اميون نيورولوجيكال، او ممكن حاجات للجلوكوما ريليتد تو بريجننسي واليوفيتس وريتينا. الحاجات الفيسيولوجيكال اللي بتحصل مع البريجننسي اغلب الميكانيزم اللي بيحصل فيها عباره عن ووتر ريتينشن او الهرمونال تشينجز، هم دول الحاجات اللي ممكن تعمل فيسيولوجيكال تشينجز ريليتد تو بريجننسي. لو بنتكلم عن فيسيولوجيكال نبدا بالايليد تشينجز مثلا، بيحصل انكريز او بيجمنتيشن، وده بيبقى اصلا يعني ساين موجود عند البريجننت وومن، بتبقى موجوده في حاجات كتير في الجسم، منها الايليدز ممكن يحصل لها انكريز في البيجمنتيشن، ممكن يحصل ايليد ريتراكشن، ممكن يحصل توزس، والتوزس اللي بيحصل في البريجننسي ممكن يبقى يونيلاترال او بايلاترال. لو جينا للكورنيال فيسيولوجيكال تشينجز انا قسمتهم لريفراكتيف ونون ريفراكتيف. بالنسبه للريفراكتيف ممكن يحصل انكريزنج للكراتوميتريك فاليوز، وده بيحصل اكتر في الثيرد تريمستر، وممكن يحصل كمان انكريز للكورنيال سيكنوس، ده بيحصل عشان الووتر ريتنشن. الاثنين دول بيعملوا تشينج اوف ريفراكشن وانستيبل ريفراكشن، واللي بيعمل انستيبل ريفراكشن في البريجننسي مش بس الاثنين دول، في حاجه كمان في اللينس ممكن تعمل انستيبل ريفراكشن اوف بريجننسي. وعشان كده احنا لما بيجي لنا واحده بريجننت سيكينج فور ريفراكتيف سيرجري احنا بنأجلها ونقول لها لا مش هينفع تعملي، علشان اهم شروط الريفراكتيف سيرجري هو ستيبل ريفراكشن، وده طبعا مش بيحصل في البريجننسي. كمان لقوا ان البريجننسي ممكن يعمل بروجريشن للكراتوكونس، يعني لو واحده عندها مايلد كراتوكونس ممكن يزيد عندها الكراتوكونس. الكورنيال ريفراكتيف تشينجز زي الكونتاكت لينس انتوليرنس، عشان كده ما بننصحش ان البريجننت فيميل يتعمل لهم كونتاكت لينز، دراينس، كراكنبرج سبندل. والكراكنبرج سبندل زي ما احنا عارفين دي نون سبيسيفيك ساين، يعني ممكن تحصل عند الدايابيتك، ممكن تحصل عند البيجمنت ديستورشن سندروم، وبتبقى موجوده اكتر في الفيرست والسكند تريمستر وبتقل بعد كده. اللي يخلينا افرق واحده بريجننت مثلا عندها كراكنبرج سبندل وانا عايز استبعد ان هي بيجمنت ديستورشن سندروم، انا اقدر افرق بينها عن طريق الساينز الثانيه اللي ممكن تبقى موجوده في البيجمنت ديسبرشن سندروم، زي الهايبر بيجمنت ترابيكولار ميشور او انجل، وكمان الايريس ديفكتس. الاي او بي تشينجز ليه؟ ان الاي او بي بتروبس من 2 تو 3 ملي متر ميركري اثناء البريجنسي، وهم فسروها ودي طبعا ثيوريز مش اكيده، ان بيحصل انكريز ليفل اوف فيميل سكس هرمون، زي ما احنا قلنا دي واحده من الميكانيزم بتاعه الفيسيولوجيكال تشينجز، ده بيؤدي الى انكريز الاوت فلو ريت اوف انتراكلر فلويد، بيعمل هايبوتنسيف افكت. في اللينس تشينجز اول حاجه انكريز اللينس كيرفتشر، وده بيعمل مايوبيك شيفت، ودي الثالث حاجه من اللي بتعمل انستيبل ريفراكشن ديورنج بريجننسي، وهم قالوا تقريبا المايوبيك شيفت بيبقى تقريبا راوند 1 دوت. بيحصل temporary accommodation insufficiency، وممكن كمان يحصل increase in progression of the cataract، يعني لو واحده عندها cataract ممكن يزود البروجشن بتاعها، وده طبيعي عشان هو بيعمل water retention. نبدا بالبثولوجيكال تشينجز، طبعا دي اهم. اول حاجه الاوتو اميون ديزيز، هم لقيوا ان الفوسفوليبيد سندروم بيزيد في البريجننسي، وممكن يحصل complication في anterior segment زي الاسترايتس، الايريتس، الكونجكتيفايتس، الكلاندكتيسيا والكونجكتيفال مايكرو انجريز، ممكن يحصل حاجات بوستيريور، ودي هنقولها ان شاء الله في الريتنا وفي في الحاجات اللي هنقولها بعد كده. الجريزي ديزيز لقيوا ان هو بي اجريفيت وبيكسربيت في الفيرست تريمستر، وبعدين يرميت في السكند والثيرد تريمستر، وممكن يرجع تاني بوست بارتم، وده دي حاجه لازم نعرفها علشان احنا لما يبقى عندنا حاله مثلا عندها هايبر ثايرويديزم او اوتو ميون هايبر ثايرويديزم جريفز ديزيز، ده نبقى متوقعين ان ممكن يحصل اكزربيشن وبعدين ريميشن وبعدين ريلابس بوست بارتم.
لو بنتكلم عن النيورولوجيكال لقيوا ان البريجنسي ممكن يبقى يحصل معاها الايديوباثيك انتراكرينيال هايبرتنشن، وده بيحصل اكتر في الفيرست تريمستر. بس احنا عندنا تشالنجز هنا في علاج الايديوباثيك انتراكرينيال هايبرتنشن، لان المين تريتمنت هو الاسيتزولاميد او الكربونيك انهيدريز انهبيتور، بس للاسف ده تراكوجينيك. البيتيوتري تيومر او الكيازم ليجن لقيوا ان بيحصل اكسلريشن في الجروث اوف بري اكزيستنج بيتيوتري جلاند تيومر، والمنجيوما برضو البيشنت اللي عندها منجيوما برضو بيحصل اكسلريشن للجروث. ممكن شهام سندروم طبعا او اللي بنسميها بيتيوتري ابوبلكسي، ده بيحصل بوست بارتم هيموريج، بيحصل انفراكشن فيها وهايبو بيتيوتريزم، فبتاثر على البيتيوتري هرمونز. ممكن برضو يحصل اوبتيك نيوروباثي، اشهرهم الاسكيميك اوبتيك نيوروباثي، ده بسبب الهايبر كواجولار ستيت، وكمان النيورومايرايتس اوبتيكا، وده عباره عن اوبتيك نيورايتس اسوشيتد ويز ترانسفيرس مايلايتس سباينال كورد. بالنسبه لليوفيايتس اشهر حاجه ممكن تحصل او تزيد في البريجنسي هو التوكسوبلازموزس، وده بيحصل عن طريق رياكتيفيشن الليتنت اوكيولار توكسوبلازموزس اثناء البريجنسي. عشان كده هم قالوا ان البيشنت اللي هي عندها اول توكسوبلازموزس او سكارد او سكار ليجن توكسوبلازموزس او اول توكسوبلازموزس ليجن لازم نعمل لها مونيتورنج افري 3 مانثس. وطبعا انتوا عارفين ان يعني التوكسوبلازما احنا بنعالجها بكذا دراجز، بس الدراجز دي اغلبها تراتوجينيك، وعشان كده اهم دراج ممكن اعالج بيه التوكسوبلازموزس في البريجنسي سبايرامايسن. وان كان احنا ممكن لو حبينا نزود غير السبايرامايسن ممكن نستخدم الازيثرومايسن والكليندامايسن. الجلوكوما برضو بتحصل امبروفمنت للجلوكوما اثناء البريجنسي، وده طبيعي لان احنا قلنا ان البريجنسي بيقلل الاي او بي من 2 ل 3 ملي متر مركري. التشالنج اللي عندنا هنا ان الجلوكوما ميديكيشن اغلبها تراتوجينيك، وعشان كده هم قالوا ان لو عندي عيانه جلوكوما وانا هضطر ان انا اقلل لها الدراجز دي اوقفها، او لو هي اباوت تو بي بريجننت وعامله حسابها على كده فانا عايز اوقف لها الدراجز دي لانها تراتوجينيك. فقالوا ان انا ممكن الجا للترابيكلوبلاستي كانديكيشن ان انا مش قادر ادي ميديكال فادي ترابيكلوبلاستي. ولو انا اضطريت ان انا استخدم اي دراجز للاي او بي عشان اقلله هيبقى هو البرومينيدين، لان كل الانتي جلوكوما تريتمنت كاتيجوري سي الا البرومونيدين ده كاتيجوري بي. بس المهم جدا في البرومونيدين ان انا اول ما الطفل يتولد لازم اوقفه. ليه؟ لان ده بي سكريتد في البريست ميلك، وده بيؤدي الى ابنيا انفنتس اند يونج تشيلدرن. لو احنا بنتكلم عن الريتنا بقى والافكت بتاع البريجنسي او البثولوجيكال تشينج ممكن يحصل في الريتنا سي اس ار، وده منطقي لان بيحصل هاي كونسنتريشن اوف كورتيزول ديورينج بريجننسي، وبصراحه هو الاستيرويدز هو المتهم الاول في السي اس سي ار. او هما لقوا ان السي اس ار بيزيد في الثيرد تريمستر وبيبقى موجود اكتر 9 مرات في البريجننت عن نون بريجننت فيميل. وليه كاركترايزيشن معينه كده؟ مثلا ان لقيوا ان 90% من السي اس ارز اللي بيجي في الفيميل بيبقى عندهم سبريتنال اكسلنس، على عكس الفيميل النون بريجننت بيبقى عندهم 20% بس منهم بيبقى عندهم سب فايبرنس سبريتنال اكسلنس. بالنسبه للسي اس سي ار ميني بيشنت ريكفر سبونتينوسلي 3 مانثس افتر ديليفري، بس للاسف في 50% ريكرنس ريت للحالات دي. بريكلامسيا والكلامسيا، البريكلامسيا والكلامسيا هو مش بس هايبرتنشن، لا بريكلامسيا والكلامسيا هو هايبرتنشن اسوشيت ويز بروتين يوريا، وطبعا ده ميجور كوز اوف ماتيرنال اند يونيتال موربيديتي اند مورتاليتي. هو عباره عن كونستريكتيف باسكولوباسي بيأثر على العين بتاع البريجننت وومن لما بيحصل في 30% من الحالات بتاعته. الريتينوباسي بتاعه بيبقى عامل زي الهايبرتنسيف ريتينوباسي، بيبقى عباره عن في فوكال ارتولار ناروينج، في ريتنال اديما، هيموريدج، اكسلتس، يحصل انفراكت في النيرف فايبر لاير، ممكن يحصل فيتروس هيموريدج سكندري نيوفاسكولاريزيشن لو حصل سيفير اسكيميا.
الومن اللي بتديفلوب سيفير بري اكلامسيا ان اكلامسيا كان اولسو ديفلوب كورتيكال بلايندنس، وده بيحصل في 15% اوف اكلامتيك بيشنت، نوت بري اكلامتيك، اكلامتيك بيشنت. الفرق بين الاكلامسيا والبري اكلامسيا ان الاكلامسيا بيبقى معاها فيتس يعني سيزر. 15% يعني من الاكلامتيك، يعني كل 10 في ميلز بيجي لهم اكلامسيا، واحده منهم بيجي لها كورتيكال بلايندنس، ده رقم كبير قوي. اكلامسيا نوت بري اكلامسيا، لان التشنوجات اساسا المورتاليتي بتاعتها عاليه اساسا. هو التريتمنت بتاع البري اكلامسيا ايه؟ مش دراجز ديليفري. اكلامسيا موست اوف ذيس فايندينج ريزوليوشن اوف بري، وان كان ان الكورتيكال بلايندنس مش كل الحالات بترجع او ما بيرجعش. ممكن يحصل فاسكولار اوكلوزيف ديزيز زي الريتنال ارتري اوكلوجن والريتنال فين اوكلوجن، بس نوت كاوني، وده طبعا سبب الهايبر كواجولر ستيت والانتي فوسفوليبيد سندروم. بيرتشر لايك ريتينوباثي، هما ليه البيرتشر لايك ريتينوباثي بتحصل ايميديت بوست بارتم بيريود؟ تبقى عباره عن مالتيبل باتشز اوف سوبرفيشال ريتنال وايتنينج اند ريتنال هيموراجيز كونسنترد اراوند ذا اوبتيك ديسك. اسبابها البري اكلامسيا، ممكن يحصل بنكرياتيتس للبريجننت وومن او البريجننت فيميل، هايبر كواجولر ستيت والامنيوتيك فلويد امبولاي، كل الحاجات دي ممكن تبقى بتفسر حدوث البيرتشر لايك ريتينوباثي. الدايابيتيك ريتينوباثي ده طبعا حاجه مهمه جدا، كلنا عارفين طبعا الدايابيتيك ريتينوباثي بيبقى ازيد او بيبقى مور اجريسيف في البريجننت فيميل. هما لقيوا ان البريجننت عندها 2.48 فولد انكريز رايز ان وورسنينج ريتينوباثي كومبيرد تو نون بريجننت، وده طبعا بيزيد لو في كو اكزيستنج هايبرتنشن. الريتينوباثي بيحصل مع البريجننسي ده برضه سبونتينيوسلي ريجريس باي ذا بوست بارتم، بس الفولو اب بتاع الدايابيتيك ريتينوباثي في البريجننسي مختلف شويه او بيبقى فيه تركيز شويه. فاحنا لو احنا لقينا واحده بريجننت فيميل اباوت تو بي بريجننت او 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 هي بريجننت اوريدي في الفيرست تريمستر، فلازم اعمل لها فولو اب بيفور كونسبشن لو هي اباوت تو بي بريجننت، ولو هي اوريدي بريجننت لازم اشوفها برضو فندس اكزامينشن في الفيرست تريمستر، وبعد كده حسب الديجري اللي انا شفتها في الفيرست تريمستر ابدا اعمل الفولو اب بتاعتي. لكن الوومن البريجننت اللي عندها حصل في البريجننسي بي دي ار، البي دي ار ممكن يرجريس بعد الدليفري لو انا ما عالجتوش طبعا، ولو ما حصلوش ريجريشن لازم اشوفها مانثلي، علشان لو لقيته بيزيد ساعتها لازم اعالج. تريتمنت معلش، يعني انت لما تشوف بي دي ار بريجننت وومن ممكن اسيبه لان هو هيرجريس، ممكن اكون متوقع ان هو هيرجريس بعد البريجننسي، ممكن تعالجه. يعني لو انت حاسس ان الست دي هتبقى مهمله ومش مستجيبه معاك ممكن تعالجه. طب اذا نزف؟ خلاص لا، النزيف ده بقى انت تخش في الويت بتاع النزيف بقى، النزيف بقى فيتروس هيمرج قد ايه؟ طب انا شايف الريتنا ولا مش شايف الريتنا؟ طب انا اقدر اعمل ليزر قد ايه؟ الكلام من ده يعني مش مشكله، مفيش اي حاجه تمنعني ان انا اعمل ليزر في البريجننت وومن. انا فاهم قصدي، هو لما تشوف بي دي ار ممكن تسيبه؟ ممكن تسيبه، لان انا متوقع ان هو هيرجريس، وعشان كده بعمل مانثلي فولو اب بعد ما الست دي تولد. لو انت شايف ان الست دي ماهيش مستجيبه او مش بتستجيب ممكن تعملها اي ثينك ان هو بي دي ار از انديكيشن فور بي ار بي ات وانس، لان هي كان لوز هير سايت عشان ما نستناش. ده رايي انا شخصي بس، يعني بص يعني ماشي، لما انا مش معترض في ناس زمان كانوا لازم في ناس زمان بيقولوا ان هو ممكن، في ناس زمان يعني زمان هو كان لدرجه ان انت تنزل البيبي عشان بي دي ار، هي شي ويل لوز هير سايت في البي دي ار. بص هو اوكي مش مشكله، انا يعني انا مش بقول لك ما تعالجش، لا انت ممكن تعالج، انت بتقول ممكن نستنى. لا يعني بقول لك انت ممكن، يعني مفيش مانع انت تعالج، لكن انت لو ما عالجتش وسبتها وكنت يعني سبتها وقلت ان ممكن يحصل ريجريشن مثلا، لا لازم تتابعها، تتابعها كل شهر. التريتمنت طبعا بي دي ار زي ما الدكتور كمان بيقول بي ار بي، البي ار بي بيفور بريجننسي ان بيشنت وذ بي دي ار وسيفير بي دي ار. يعني هو هنا كمان بيقول ان انت يعني لو انت عندك عيان بي دي ار او سيفير بي دي ار
والبيشنت دي هتبقى بريجننت او هي اوريدي بريجننت وشايف ان العيانه دي هتبقى نون كومبلاينت، لا اعمل لها بي ار بي طبعا حتى في السي في مش لازم بي دي ار. بس بيحصل ده بيبقى طبعا بيقلل بروجريشن في 50% من الحالات، وكمان ما بيبقاش فيه ريكرنس في البروجريشن. يعني انت لو عملت ليزر في البريجننت او قبل البريجننت ما بيحصلش فيه ريكرنس اصلا للبي دي ار بعدين. الدايبيتيك ماكلر اديما دي تشالنجنج شويه في حالات البريجننت، لان الدايبيتيك ماكلر اديما لو جات لي في ميل بدايبيتيك ماكلر اديما انا ممكن اسيبها سبونتينيوس برضه ريزول بوست بارت، يعني الدايبيتيك ماكلر اديما مش لازم اعالجها اثناء البريجننس يعني. لكن لو انا قررت اعالج انا ممكن اعمل ليزر تريتمنت لو هي عندها كلينيكال سيجنفكت ماكلر اديما او فوكال ليزر مثلا فور فوكال اديما. استخدام الانتيجيف يعني عليه كلام، بس هم قالوا نورمالي ان هو سيف. فيو سوسز قالت ان هو الانتيجيف ممكن يبقى معاه ميس كارج. انا استخدم بيبزوماب ولا ريبزوماب، هما الاثنين كاتيجوري سي. في ماده اللي اسمها البيكابيتانيد ده ما عادش بيستخدم للاسف، ده كان كاتيجوري بي بس نوت افيلبل. البيبزوماب والريبزوماب دول اكتر الاستخدام، بس هم قالوا لو انت هتحقن انترافيتريال في عيانه بريجننت فيميل استخدم الاحسن البيفازوماب. ليه؟ لان هو عنده هاي مولكيولر ويت ويبقى صعب ان هو يعدي بلاسينتا او بيعدي اقل من الرانيجيزوماب. بس طبعا هو لقوا ان هو بيأثر على البلاسينتا فاسكليتشر، وعشان كده الديسيجن بتاع التريتمنت في العيانه اللي عندها دايابيتيك ماكلر اديما بريجننت لازم تناقشه مع العيان تقول لها نظرك ضعيف شويه من الماكلر اديما، مش عارفه تقري مثلا، مش عارفه تحدد التفاصيل شويه، فانت قدامك حل يا اما ان احنا نسيبك بعد الولاده ممكن الدايابيتيك ماكلر اديما دي تخف، او ان احنا نعمل لك ليزر لو احنا نقدر نعمل ليزر، او ان احنا ناخد انتي فيجيف بس تخلي بالك ان ده ممكن يبقى في ريسك اوف ميس كارج. وفي ستادز بتقول ان هو البيفازوماب والرينالوزوماب كاتيجوري سي مش كده؟ هما قالوا ان هو انت ممكن تحقنه، هو كاتيجوري سي بس انت ممكن تحقنه، وخصوصا ان الدايبيتيك ماكلر اديما بتحصل اكتر في الترمسترز الاخيره، فهو بيبقى سيف على هو كاتيجوري سي ممكن يحصل تراتوجينيسكي. هو كاتيجوري سي معناها ان هما لقوا ان هو بيأثر على الفيتس بتاع الانيمال، بس احنا ما عندناش دراسات كافيه للدراسه على الفيتس بتاعت ال، بس هما لقوا ان هو سيف والحاجه اللي بيعملها فعلا ان ممكن يحصل ميس كارج. تمام؟ وعشان كده لازم تناقش دايبيتيك ماكلر اديما لازم تناقشه مع العيان، بس انت في حالات البي دي ار زي ما قلت لك برضه يعني رايي انا يعني مرجح الراي ده برضه يعني انا ما يعني مش مختلف معاك، بس في ناس بتعمل كده عيان بي دي ار وفي ميل وخصوصا لو هو مش هاي ريسك بي دي ار ممكن يسيبها ويقول له مثلا بعد الولاده نبقى نحدد هيحصل لها ايه. لكن الدايبيتيك ماكلر اديما ممكن تسيبها تقول انا هسيبها لك، طب انا ممكن اعمل لك ليزر وتخفي، طب انا ممكن احقن لك بس احنا عندنا ريسك. ثانك يو. حد عنده اسئله؟